ياه، ده الإحساس نعمة. أكيد كلنا مر علينا مواقف قلنا فيها الجملة دي. كلنا اتضايقنا واتضغطنا تحت مسميات كتير، عشم، كرم، طيبة. كلنا عملنا بأصلنا مع ناس، وكلنا مر علينا مواقف مع ناس ما عملتش بأصلها معانا. أنا مش هسمح من النهاردة إن حد يستنفذ طاقتي ويحاول دايما يدوس عليا، لا أنا ولا أنتم. هنحاول كلنا نكون أقوياء، لأننا كلنا مع بعض أبطال. أيوة، أنت بالذات خلي بالك يلي بتدوس. أنا عمري ما كنت كومبارس في فيلمك، لا بالعكس أنا بطل زيي زيك، ولا عمري كنت خلفية لصورتك. أنا دايما مكون أساسي فيها. أنا النور اللي بيبين إيجابياتك وسلبياتك، وبيخلي فعلك يا إما منور ساطع يملى القلوب، أو مظلم معتم بالنفوس. تعالوا مع بعض النهاردة نحاول نتكلم ونشوف إزاي يكون قوي، بس مش مفتري، مش هدوس على حد ومش هدوس على نفسي كمان. هحاول دايما أحترم ذاتي وأحافظ على حرمها وأحترم ذواتكم، لأننا كلنا مع بعض بنشارك في صناعة مشهد كبير ممتد اسمه الحياة. علشان نصنعه بنجاح وبسعادة هنتعامل مع بعض بالذكاء، برقي، بعادات كلها إيجابية. يلا.